بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بحدود شهر رمضان الكريم علينا يا رب، ويا رب دايما تكونوا بالف خير ان شاء الله. النهارده مع بعض هنشرح بوتاجاز يونيفرسال شارك، احدث اصدار شركه يونيفرسال، وده يعتبر من اعلى قوائم في البوتاجازات اللي موجوده في السوق حاليا. البوتاجاز اللي قدامنا ده يا جماعه مقاس 60x90، امان كامل، مكونات بالكامل ايطاليه من شركه يونيفرسال. يونيفرسال رجعت السوق تاني يا جماعه بقوه فعلا بجميع البوتاجازات الجديده، منها اللي هو اليونيفرسال الشرق، في عندنا اليونيفرسال برضو اللي هو الديجيتال هنا اللي هو الحوامل ظهر حاجه زي كده، وفي عندنا منه الاليجانت 3 اللي هو الاليجانت 3 اللي هو برضو اصدار جديد من يونيفرسال. الاليجانت 3 كان موديل قديم من شركه يونيفرسال، بس تم شويه تعديلات حاجات بسيطه فيه، رجع برضو السوق بنفس الموديل بنفس الديزاين نفس السعر يعتبر. نرجع هنا للي احنا هنتكلم عنه النهاردة اللي هو اليونيفرسال الشارك. اليونيفرسال الشارك ده يا جماعة بيكون مفتاح للفرن، مفتاح للشواية، طبعا 5 عيون، حوامل ظهر، امان كامل، فتحات تهوية للظهر. طبعا التصميم بتاعه بيكون تصميم بلت ان لو حضرتك هتقفل مطبخ امريكاني عليه. ونيجي نتكلم هنا مع بعض مع المميزات والمواصفات السريعة كده. اول حاجة عندنا هنا العيون دي بتكون عيون نحاس بالكامل، اللي هما الجزئين دول بيكونوا جزئين نحاس. نشيل دول هنلاقي تحتيهم هنا غرف غاز مقفولة. غرف الغاز المقفولة دي بتكون مهمتها ان هي بتكون سهلة التنظيف، لتنظيف البوتاجاز. يعني لو ست البيت بس بتنظف البوتاجاز بيكون سهل التنظيف معاها، ومفيش اي حاجة بتقع زي زمان في اللي هي المواسير او اللي هي الغرف القديمة اللي هي بتكون مفتوحة. عندنا برضو نفس الكلام هنا يا جماعة، اهو زي ما احنا شايفين عندنا هتلاقي مكتوب عليه هنا اهو ميدن ايطالي، تصميم ايطالي بالكامل، يعتبر التقفيل وكل المواصفات بتاعته ايطاليه بالكامل من شركه يونيفرسال. الضمان بتاعه 5 سنين يا جماعه، ضمان 5 سنين من يونيفرسال، طبعا حاجه كويسه جدا. نيجي نبص هنا طبعا المفاتيح، ده شكل المفاتيح بتاعته، دي طبعا بتوع العينين اللي هنا، دي عندنا بتاعت الفرن تشغيل الفرن، عندنا هنا ده تشغيل الشوايه هنلاقي مكتوب عليه جريل، طبعا دي بواقي العيون. نيجي هنا عندنا للشاشه دي يا جماعه، الشاشه اللي عندنا هنا دي بتكون شاشه، طبعا دي شاشه التشغيل لو انت عايز تفصلها بتشغلها براحتك. عندنا هنا دي اللمبه، الشوايه، التايمر بتاع الوقت، تايمر الفرن، كل ده بيكون موجود فيه من الداخل في الشاشه دي. نيجي عندنا في الجزء بقى الداخلي والجزء الاهم، الجزء الاهم بتاعه يا جماعه اللي هو الجزء بتاع الفرن. طبعا اول مره نشوف تصميم فرن من الداخل باللون ده، وده بيكون اكبر عازل حراره موجود في السوق شركة يونيفرسال. الجسم ده بيكون اسمه توتانيوم، ده بيكون مادة عازلة للحرارة، ما بتصرفش اي سخونية في الجوانب. طبعا لو انت مشغل الفرن والشواية مع بعض ما بيكونش فيه اي تسريب للسخونية مع بعض. نيجي نبص هنا يا جماعة التصميم بتاعه، التصميم بتاعه من جوه بسم الله ما شاء الله حاجة تحفة. عندنا هنا الشواية المتحركة والشواية اللي هي بالكامل، الشواية الكاملة بتاعته، الرجول بتاعته بتكون مصنوعة من الاستانلس، حجم الرجل بتاعها تقيل لان هو بيكون رافع البوتاجاز عن الارض، وعلى حسب التصميم بتاعك. الجسم بتاعه من جوه يا جماعه عندنا هنا اهي، اول حاجه المروحه الداخليه دي، مروحه توزيع السخونيه بتاعته. عندنا هنا الاستياق اللي هو سهل التفكير. طبعا اللي عندنا البوتاجازات القديمه الموديلات القديمه كان ما بيبقاش فيه الفواصل دي، فبتكون تعمل معانا مشكله في الاحتكاك هنا، في الاحتكاك من الداخل، دي طبعا بتؤدي مشكله يعني مع الوقت، طبعا مع تشغيل البوتاجاز ان هو الحاجات دي بتمسك ما بتعرفش تخرجها، ما بنعرفش طبعا نعدلها. ده شكل البوتاجاز بتاعنا يا جماعه من الداخل في الفرن، ده شكل الفرن بتاعه من الداخل، ده زي ما احنا شايفين كده اهو. عندنا تصميم الباب بتاعه، المقابض دي كلها بتكون مصنوعه من الاستانلس. هنبص هنا على الجسم الداخلي برضو، الجسم بتاع الازاز كله تصميم بلت ان من الداخل زي ما احنا شايفين، 3 طبقات للازاز يا جماعه عشان تكون عازل للحراره. نيجي نبص على الشكل بتاعه من بره هنا كده، ده الشكل بتاعه. المقبض زي ما احنا قلنا ده مقبض عازل للحراره كامل، ما بيخليش اي حراره. عندنا هنا في معظم البوتاجازات اللي نازله حاليا يا جماعه، قبل ما نختم الفيديو بتاعنا النهارده، طبعا عندنا اول حاجه الضمان بتاعه بيكون ضمان 5 سنين من شركه يونيفرسال، ودي طبعا التعليمات وطبعا الاستخدام بتاعه. عندنا هنا يا جماعه اي بوتاجاز بيكون نازل حاليا جديد بيكون فيه مراحل تبريد من الجزء اللي امام اللي فوق ده هنا، لا هنا يونيفرسال عملت الجسم بتاعه اللي هو التيتانيوم اللي هو عازل للحراره واكبر عازل للحراره في البوتاجاز،
عشان خاطر ما تعملش مروحة التبريد، لان مروحة التبريد مع الوقت بتعمل مشاكل على الشاشة الديجيتال دي. دي طبعا احنا كده يا جماعة شرحنا كل المواصفات بالكامل عن البوتاجاز اليونيفرسال الشرق، وهنيجي مع بعض هنا هنبص مع بعض على البوتاجاز البروفيشنال من فريش.